التدخين أمر صعب جدا في العالم كله، لكن تعالوا نبص على مصر. مصر فيها أكتر من 18 مليون مدخن، وأعتقد النسبة يعني عدد المدخنين بيزيد سنة من بعد الثانية. والأدهى والأكتر إن إحنا بنشوف النهاردة أطفال بيدخنوا، وبنشوف بعض السيدات بيدخنوا. ده كان أمر غريب على المجتمع في السنين اللي فاتت، لكن النهاردة بتروح عدد من ما يسمى بالكافيهات تلاقي ستات ماسكين الشيشة والدخان طالع من بقهم وحاجات كده. لكن ففعلا عدد المدخنين في مصر كتير. وزارة الصحة عاملة حملة اسمها متحدون ضد التبغ بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والضرر والأمراض الصدرية. عايزين نعرف أكتر عن الحملة، إزاي نقدر نواجه فكرة التدخين، إزاي نقنع المدخن إن هو يتنازل أو يتراجع عن فكرة التدخين. أسئلة كتير نسألها، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا، دكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وبجميع السادة المشاهدين. أهلا بك، منورنا دكتور. أهلا بحضرتك. علبة السجاير مكتوب عليها تسبب الوفاة، خطر وشكل حد ميت، يعني المفروض ان اصلا شكل العلبة دي رعب، لكن هل ده هو اللي بيأثر او بيخوف المدخن او بيخلوش يدخن؟ لا، الظاهرة دي انتشرت ومن وقت للتاني بنشوف حملات ونداءات ان الناس تبطل، لكن للأسف ما بتبطلش. احنا وصلنا هقول في مصر لغاية فين؟ هو طبعا التدخين موضوع يعني من قديم الزمن وبقاله مدة طويلة جدا، ويمكن من أول ما ظهر التبغ وكان بيتحرق الأوراق بتاعته لأسباب معينة في الحفلات وفي الطقوس، وارتبط بالطقوس الدينية وبالاحتفالات بتاعة القدماء. لكن طبعا مؤخرا وبعد ظهور السجاير وبعد غزو الأوروبيين واكتشاف الأمريكتين والكلام ده كله، ابتدى بقى ناحية تتاخد ناحية بقى التدخين وأشكاله المختلفة، سواء من سجاير أو من الشيش أو من كل أنواع التدخين، لغاية وقتنا الحالي لما ظهر بقى السجاير في صورتها بقى اللي هي مواكبة للعصر، السجاير الإلكترونية والفيب والحاجات دي. التطورات دي كلها اللي حصلت طبعا أكيد كان ليها الدراسات اللي قالت إن التدخين ده مضر بالصحة، وزي ما حضرتك قلتي إن كل علبة سجاير معمول عليها عبارات تحذيرية بصفات معينة وأشكال، وبنديها للمدخن أو هو بيشتريها برغبته، ومكتوب عليها إنها تسبب الوفاة، يعني هو عارف ومقتنع بالوفاة وعادي. فبالتالي هو المدخن عارف كويس جدا ايه هي اضرار التدخين، وبالرغم من كده بيصر عليه. طب ايه اللي خلاه يدخن من الاول؟ اكيد في اسباب معينه خلته يبتدي في عالم التدخين. الاسباب دي قد تكون اول حاجه طبعا فيها القدوه. لما شاف والده او والدته ماسكين سيجاره في البيت فحب يقلدهم. لما ابتدى يقلد سيجاره ورا سيجاره ابتدى يتعود عليها. والتعود ده بيجي نتيجه ان الدخان او السيجاره فيها مركبات كيماويه. المركبات دي ممكن لما بتدخل جوه الدم بتعمل تعود. بتعمل التعود ده ازاي؟ انها لما بتروح للدم وبتروح لاماكن معينه في المخ بيفرز مواد معينه قد تحسس الانسان بشعور من الاسترخاء وكده، فده النيكوتين بيحل محل الحاجات دي. عشان كده الواحد لما يبقى متوتر، المدخنين يبقى متوتر فيروح مولع السيجاره، متضايق كده. بالظبط، هو بيفتكر ان السيجاره بتهديه. لا، هي ابتدت تفرز او تخلي الجسم يعتمد على النيكوتين اللي جاي من السيجاره، فبالتالي ابتدى يخليه هو المصدر اللي بيخلي الجسم يفرز الهرمونات اللي بتهدي. هي ما بتهديش بالطريقه او بالمفهوم اللي احنا عارفينه، لكن التدخين فيه حاجات كتيره جدا، فيه نيكوتين، فيه اول اكسيد الكربون، فيه قار، كل حاجه من الحاجات دي ليها اضرارها على الجسم اللي بتخلي الجسم مش يبقى هادي، ده ممكن يبقى مهدود. ليه بقى؟ من ضمن الحاجات اللي موجوده فيها مثلا اول اكسيد الكربون. اول اكسيد الكربون ده لو احنا عارفين انها ماده المفروض ان ارتباطها بهيموجلوبين الدم ممكن يبقى اكتر من ارتباط الهيموجلوبين بالاكسجين، يمكن بتوصل العلماء بيدرسوها بحوالي 21 مره. فبالتالي اول اكسيد الكربون ده هيحل محل الاكسجين، فده اللي بيخلي نوع من انواع الاسترخاء عند الجسم. هو مش استرخاء مصحوب زي ما بنقولنا ان الجسم مهدود شويه، فبالتالي هو حس انه هادي. تمام. الى جانب طبعا زي ما قلنا المواد الكيماويه اللي بتفرز من الجسم اللي هي بتخلي الشعور عند الانسان
شعور بيصيب بالارتياح والنشوة والكلام ده. دي حاجة وهمية بقى. بيشرب السيجارة عشان دي حاجة وهمية. يستدعي الشعور ده أكتر من مرة. بالظبط. هي أساسا أوريدي حاجات مواد طبيعية بيفرزها الجسم في الحالة الطبيعية عادي. وإيه التبغ ده يا دكتور؟ التبغ عبارة عن نبات أوراق بتتاخد وبتتصنع وبيتعمل منها السيجاره اللي حضرتك بتشوفها. الحاجات دي بتتزرع هنا في مصر او اساسها مصر؟ ملهاش طبعا زراعه. زمان كان في اماكن لزراعتها، وطبعا يمكن الكلام ده يمكن كان ايام الدوله الحديثه ايام عصر محمد علي. كان بيخصص اراضي في كل الاماكن. تعرف الامبراطوريه المصريه كان لها ساعات في الشام وفي السودان وفي كل مكان. فيمكن كانت وجهه نظر الدوله في الوقت ده انه يخصص الاراضي في كل مكان لزراعه حاجه معينه. تعرف مصر كان طبعا الخير فيها كتير جدا، وكانت الأراضي المزروعة كتيرة جدا، فكان مخصص أراضي معينة مثلا في الشام لزراعة التبغ. هو كمان عشان أعتقد كان لسه ما فيش الأبحاث العلمية اللي بتقول مدى خطورة التبغ والسجاير، فكانوا في فترة من الفترات بيعتبروها نوع من الوجاهة يعني. بالظبط. لكن الأبحاث اللي هي طبعا بتدرس آثار التبغ وأضراره دي طبعا بتيجي على المدار البعيد. أنا مش هعمل دراسة قصيرة سنة أو سنتين وأقول الحاجة دي مضرة أو صحيح. لا، لكن أضرارها ممكن يظهر منها حاجات مثلا على المستوى أو الوقت القريب. يعني أنا كنت بسأل حضرتك قبل الهوى أن في ناس يعني عندهم حالة من الإنكار، أنا لو عاوز أبطل هبطل، شايف نفسه أني لو عاوز ما مش بتبطل ليه. فمع إطلاق الحملة متحدون ضد الدب، وفي نفس الوقت الشخص نفسه المدخن هو شايف أن أنا لو عاوز أنا عندي القدرة أن أنا أبطل ورفضه، فيعني إزاي نوصل دول بدون؟ وده اللي أنا بحكمله لحضرتك، أن زي ما تحرك هو كده ابتدى يدخن. تمام. تمام. فابتدى يعتمد الجسم على النيكوتين اللي داخل من السيجارة. تمام. فكل ما بدخل زي المدمن بالظبط، لما بيعتمد على المادة، مادة الإدمان اللي هي المفروض الجسم بيفرزها الطبيعي، لا هو ادهاله من بره. فالغدد في الجسم بتبطل إفراز المواد اللي احنا قلنا عليها. فبالتالي بيزيد شعوره بأنه عايز يزود كمان ويدي للجسم. تمام. فدلوقتي منظمة الصحة العالمية بتصنف التبغ أو النيكوتين من المواد اللي ممكن تبقى اعتمادية أو ممكن تبقى مواد إدمان. وعشان كده الإقلاع عن التدخين لو ما أقلعش بإرادة ما بيقدرش يقلع، لأن في أعراض انسحابية بتكون مصحوبة للإقلاع عن التدخين، فبالتالي بيحتاج حد يدعمه علشان يستمر في الإقلاع عن التدخين. طب والانتكاسة عاملة زي برضو الإدمان؟ يعني في اللي بيبطل لفترة ومش كبيرة، ومع أول موقف يحصل بيبقى مش قابل حد ينصح فيروح راجع للتدخين. أكيد طبعا كل طريقة بيكون ليها السبل اللي محطوطة في كل الأدلة الاسترشادية لإقناع أو لمساعدة المدخن عن الإقلاع عن التدخين. يعني المدخن اللي هو بيجي وعنده رغبة أنه يقلع عن التدخين بنستخدم معه وسيلة معينة لمساعدته للإقلاع عن التدخين. اللي بيبقى عنده انتكاسة أو بيرجع تاني بنغير معها الطرق وبنستخدم طرق أخرى لإقلاع عن التدخين. نشوف يا دكتور ناس بتاخد السيجارة الإلكترونية كبديل للسيجارة العادية، تقول إن بتدعي إن هي أقل خطورة وإن هي ما فيهاش أي خطورة خالص، ده مجرد بس ده يعني نفس طالع ونفس داخل. حضرتك تقول لهم إيه؟ طبعا السجائر الالكترونيه لما ظهرت يمكن تبنتها الصين من 2003 وابتدت تطلعها او تنشرها في السوق على اساس انها تكون بدائل او وسيله من وسائل الاقلاع عن التدخين الطبيعي. ويمكن بعد كده ابتدت تاخدها شركات التدخين كترويج لانها بتساعد على الاقلاع عن التدخين، او ان ضررها اقل من السجائر العاديه. طب دي حقيقه؟ نحط كلمه ضررها بين قوسين، يعني مضره. كل الناس مقتنعة انها مضرة، اقل او اكثر زي ما قلنا في الاول ده لا يجزم الا بالدراسات على المدى البعيد. بدليل ان السجائر الالكترونية اول ما ظهرت ارتبطت بحالات كثيرة جدا من فشل في وظائف التنفس، ويمكن ده ظهر في امريكا في بداية ظهورها، وحالات كثيرة جدا اتحطت على اجهزة التنفس الصناعي وتسببت في وفيات عالية جدا. فبالتالي اثرها اللي هو المفروض اننا ندرسه على كل اعضاء الجسم زي ما اتدرست اثار السجائر العادية على كل اعضاء الجسم، وقلنا انها بتسبب سرطانات وبتسبب سد رئوية وبتسبب قصور في الشرايين التاجية وبتتسبب في كل المشاكل اللي بترتبط بيه الجهاز العصبي والجهاز الحركي وكل الحاجات دي كلها. طبعا دي كلها غير الأمراض اللي بتعرف بالأمراض الغير سرية، أمراض القلب وأمراض السكر وكل وأمراض الضغط، كل دي مشاكل بيكون سبب فيها هو التدخين. ودي طبعا كلها أسباب
غير انها بتسبب وفيات كثيره جدا، الا انها بتحتاج طبعا علاج كثير، فبالتالي بتأثر على الاقتصاد، بتأثر على الصحة، بتأثر على جوانب كثيرة جدا. يعني ما بقاش ضررها على الفرد نفسه صاحب المشكلة، لا طبعا ده ضرر على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، ومش بس كده ده ضرر على العالم كله، لأن طبعا لو أن الانبعاثات اللي بتخرج من نتائج التدخين وغير أنها بتتسبب قد تكون في حرائق مثل حرائق الغابات مثلا، أي واحد بيشرب سيجارة وبيرميها ممكن تعمل حريقة طبعا. فبالتالي ده بيؤثر كمان على التغير المناخي. فبالتالي وإحنا داخلين كمان الحمد لله إن مصر متبنية اللي هو الكوب 27 طبعا، وهيبقى في مؤتمر عالمي إن شاء الله في بداية الشهر القادم، ومدعو ليه كل دول العالم طبعا. ومن ضمن الحاجات اللي هي بتبقى حلول طبعا مواكبة التغير المناخي أو لمحاولة الإقلاع عن التدخين أو تقليل التدخين. تقليل التدخين. معانا أستاذ ميلاد من الجيزة، أهلا بيك. أهلا بيك، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك، اتفضل. نخليكي ولي أنا كان ممكن بس سؤال بس كده بالنسبة للصحة وكده ممكن؟ اتفضل حضرتك سؤالك. وانا ليه قبل ما اعمل حمله ليه ان انا ما اديش التوعيه الكافيه تمام والكامله والتوعيه ان دي طبعا كله عارف ان هي اسباب التدخين واضراره تمام رقم واحد ايه ليه التوعيه المفروض يبقى فيه توعيه كامله وكافيه رقم اتنين لازم يكون الانسان عنده عزيمه شديده جدا عشان يقدر يمتنع عن حاجه زي كده لازم ايه معلش يكون عنده عزيمه عايز عزيمه وعايز قدره بس تمام ايه اللي اول عزيمه والقدره دور الصحه بقى مع الشركات دي فين دور الدوله مع الحاجه دي يعني هو لازم يبقى الواحد عنده عزيمه بيتكلم فين التوعيه والعزيمه وقال برضو دور الدوله مع الشركات انا اقول لحضرتك مثلا في دوله زي استراليا استراليا دوله كبيره جدا بس هي عامله يعني عامله حاجه غريبه مغليه سعر السجاير كتير جدا 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 يعني سعر علبة السجاير بما يعادل بالمصري مثلا 500-600 جنيه فبالنسبة له هناك كتير برضو كتير جدا كمان فهل في مثلا ممكن نتحرك في هذا الإطار ولا صعب ان ده يحصل طيب انا هتكلم عن شقين هتكلم عن الحملة الاول وهتكلم عن دور الدولة أي. لو اتكلمنا عن الحملة كمتحدون ضد التدخين الحملة طبعا فكرتها ابتدت تظهر من وقت كوفيد وده كان يمكن وقت كويس جدا ومقياس لإقلاع عن التدخين لأن طبعا كان في وقتها جائحة الجائحة دي طبعا كان بتؤثر على الجهاز التنفسي بصفة رئيسية طبعا الإقلاع عن التدخين كان بيحد من أثار الالتهابات الرئوية أو تداعيات فيروس كوفيد على صحة الإنسان فابتدينا نربط الحملة بالبانديميك وظهورها طيب الحملة دي بتستهدف ايه؟ بتستهدف طبعا الشباب اللي هم المفروض انهم عماد الوطن اللي هو عمود الاقتصاد بتاع الوطن اللي احنا بنحاول اننا يا اما الشاب يقلع عن التدخين او الجيل الجديد اللي هو لسه لم يقدم عن التدخين يحجب عن الدخول في عالم التدخين ده كان الهدف من الحملة الحملة طبعا بتشمل مواد اعلامية او توعوية زي ما زميل قال المواد الدعائية أو التثقيفية أو الإعلامية دي عبارة عن فيديوهات واقعية لأشخاص أصيبوا بأمراض نتيجة التدخين وقصة حياته اللي هي تعثرت ويمكن بعض الناس اللي فقدوا شغلهم نتيجة الأمراض اللي أصيبوا بيها نتيجة التدخين بس واضح يا فندم أن المادة الإعلامية أو المادة الفيلمية أو الصور مش بتبقى مؤثرة بالقدر الكافي في قصة التدخين بدليل أن حضرتك بتحط له صورة يعني صعبة جدا على العلبة وتقول له تدمر الصحة وتسبب الوفاة مش بتأثر زي ما حضرتك قلت لنا مشكلة المدخن مع ذلك بيطلع السيجارة حطها بقه مشكلة المدخن أنه بيحاول يتفادى انه يبص انه يبص على الصوره ايوه في بعض الناس بيجيبوا علبه تانية ويحطوا العلبه السجائر في العلبه فعلا. التانية يعني بيحاول انه يقلل انما لما تجيب له قصه انسان واقعي اصيب بمرض زي مرض سرطان او مرض سده رئويه احنا نخليه يتفرج على الفيديوهات دي ازاي انا بقول لحضرتك انها برضو مش بتوصل لكل الناس يعني النهارده استاذ ميلاد ممكن يكون ما شافش حاجه زي كده ما وصلوش فيديو ازاي الحمله بتاعت محمد صلاح اللي هي بتاعت المخدرات انت اقوى من المخدرات ده يعني نفس وسيله النشر بقى اللي احنا هنتبناها طبعا بالتعاون مع وزاره الصحه والسكان وجمعيه مكافحه التدخين والدرن وامراض الصدر
ان الافلام التوعويه والمواد اللي احنا هنعملها والبوستات والكلام ده كله هيتم نشرها من خلال صفحه وزاره الصحه والسكان على الفيسبوك، من خلال صفحه مخصوصه للحمله على الفيسبوك، من خلال وسائل الاعلام المختلفه، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي جدا، بحيث انها تستهدف فئات كبيره جدا من الشباب او من الفئه العمريه اللي احنا مستهدفينها. ودي يمكن اللي الاحصائيات اللي حضرتك قلتها في الاول واحصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قالت ان نسبه كبيره جدا من المدخنين في الفئات دي، وهي دي الفئات اللي هي زي ما بنقول بتاثر على الاقتصاد القومي، او هي دي الفئات العامله، ودي الفئات اللي لما بتدخن لو ما ظهرتش الاثار المباشره للتدخين في وقتها بتظهر اثار بعد كده. خلينا اسال حضرتك النهارده عن المراه والشيشه، والنهارده بقت في كافيهات كتيره جدا وبقت موضه انك تدخل تلاقي البنات او السيدات ماسكين ماسكه الشيشه ببقها وتقول لك اصل ده بطعم النعناع وده بطعم ما اعرفش ايه وحاجات كده، دي خفيفه عشان دي خفيفه فواكه. ما بتعملش حاجه، دي فواكه. هو طبعا ما فيش حاجه اسمها شيشه خفيفه او شيشه تقيله، لان في الاخر احنا بنتكلم عن تبغ وعن نيكوتين وعن مواد احتراق لهذه المواد، قد تسبب امراض سرطانيه، قد تؤثر على الاوعيه الدمويه، قد تؤثر على القلب، تؤثر على كل اجهزه الجسم زي ما بنقول كلها، ما فيش تقريبا عضو من اعضاء الجسم معفي من اثار التدخين. فبالتالي زي ما بنقول احنا بندي رسائل توعويه للناس دي انها تحاول انها تقلع عن التدخين، ان التدخين بكل اشكاله وصوره مضر، ما فيش فيه منه مفيد او فيه منه اقل ضرر، كله في الاخر ضرر واحد بالظبط. انا لما اقول لحضرتك خد الحاجه دي مضره تمام، والحاجه دي اقل ضرر، الحاجه الاقل ضرر ما انت هتوصل برضو للمضر بكتر تكرار اللي انت بتاخده من الحاجه الاقل ضرر، فبالتالي في الاخر هيتساوي في الضرر بتاعه. يمكن الواحد لما بيفكر في نفسه بس وما بتفرقش معاه، وزي ما حضرتك قلت ممكن ما يبصش على الصوره اصلا، يتلاشى ان هو يشوف الفيديوهات او كده، لكن لما نقول له حبايبك اهلك ولادك في البيت مراتك اللي لسه مثلا حامل والبيبي ممكن يحصل فيه ايه، يعني لو حضرتك قلت لنا تاثير بقى التدخين السلبي على المحيطين بيه. تمام، التدخين السلبي واثره على المحيطين طبعا. أيوة. اول حاجه طبعا نخلينا في المدخن اللي مسك السيجاره وابتدى يدخن. التدخين السلبي ده عبارة عن الدخان المنبعث من السيجارة أو الدخان الجانبي المنبعث من السيجارة، ده له تأثيره على فئتين، الفئة الأولانية المدخن نفسه هو بيدخن تدخين إيجابي والدخان اللي بيطلعه بيرجع يستنشئه تاني فله أثر عليه كتدخين سلبي. الحاجة التانية بقى على المحيطين بيه، بيستنشئوا الدخان اللي هو طالع من السيجارة دي بكل مواد الاحتراق اللي موجودة فيه، بيأثر على الأم الحامل، بيأثر على الجنين وممكن يعمل عدم اكتمال لنمو الجنين أو ولادة مبكرة أو تشوهات في الجنين. طبعا بيؤثر على الجو العام، ولو أطفال صغيرة بيكون نسبة الإصابة بأمراض الصدر أكتر من غيرهم، وزيها أمراض الحساسية وأمراض الفيروسات والأمراض الالتهابات الرئوية، فبالتالي بيؤثر على المحيطين به. إلى جانب بقى ممكن يقولك أنا بدخن بره وبعد كده بدخل البيت، وجدوا ان اثار التدخين ممكن تكون علقه في الملابس بتاعه المدخن، فبالتالي تيجي الزوجه لما تيجي مثلا تنفض الهدوم او الغسيل او الكلام ده كله فممكن تتعرض للبواقي اللي هي متعلقه بالملابس دي من اثار التدخين. يعني برضو دي مضره برضو الاثار العلقه البسيطه دي، زي ما بيقول السكند هاند اللي هو التاثير او التاثير السلبي للدخان، في لقوا السيرد هاند سموكينج اللي هو بيكون الحاجات بقى العلقه في الملابس يعني والكلام ده، بس ريحه الملابس تؤثر برضه. ده اكيد طبعا، يعني طبعا اللي بيقعد جنب المدخن ده بيسموه تدخين سلبي وده ضرره كبير جدا برضه طبعا. الى جانب بقى في البيت ناخده من الناحيه الاقتصاديه، طبعا اتوجد في الاحصائيات اللي اصدرها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ان نسب المدخنين في الاسر المصريه كبيره جدا، يعني حوالي تقريبا فوق ال 20% او 22% من الاسر فيها على الاقل مدخن. لو ان نسب الانفاق على التدخين بتوصل لحوالي 6000 جنيه في الشهر. يا دكتور الاب بيزعل ويبتدي يعاقب ابنه اللي دخن وهو صغير وطفل وهو مش وممكن يضربه، طب ما انت ما كنتش قدوه ليه انت طول النهار ما ده اللي احنا قلناه في الاول، ان يعني القدوه هي رقم موجود. واحد في دخول أي. في انا استاذه حاج مش معانا تليفون، مدام صفاء صباح الفل. صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. انا اول مره اسلم برنامج في حياتي. اهلا بيكي، ربنا يخليكوا. انا بس عندي جوزي
ايوه تعب مره واحده في فتره الكورونا الاساسيه. بعد كده عملوا اشعاعات وحاجات وكانوا فاكرين ان عنده كورونا بالصدفه، قالوا له ان في حاجه في القلب، عملوا له قسطره اكتشفوا ان عنده الشريان الرئيسي فيه سدد. ايوه وركبوا له دعامه وقالوا له السبب الرئيسي السجاير، وهو عنده اراده ونفسه يبطلها بس مش قادر خالص، هو بطلها كذا مره ويرجع لها تاني. بيبطلها مره واحده يا مدام صفاء؟ يعني مره واحده كده بيروح مبطل سجاير ولا بيبطلها بالتدريج؟ مرة بطلها بالتدريب ومرة بس بالتدريب بيرجع لها تاني زي الأول، وساعات بيبطلها مرة واحدة ويرجع لها أشد من الأول، وهو ممكن يكون لا مقللها عن الأول. طب مدام صفاء رجوعه للتدخين بيبقى مرتبط بمتنرفز متعصب عنده مشكلة ولا عادي هو بس يعني مرة واحدة بيرجع في قرار مش شرط؟ طيب بشكرك دكتور بنتي جاوب عليك شكرا. هو ده عايز حد يساعده، يعني هو عنده يعني عنده الرغبه لكن محتاج مساعده. قادر بالظبط. احنا زي ما اوضحنا في الاول ان من ضمن الاثار بتاعه التدخين هو التاثير على شرايين القلب. ان ماده النيكوتين بتعمل ضيق في شرايين القلب، الى جانب ان اول اكسيد الكربون بيقلل نسبه الاكسجين، وده ما بيبقى محتاجه كل خلايا الجسم للقيام بالوظائف الحيويه بتاعتها. طبعا مدخن اصيب بمرض فهو بيحاول انه يقلع عن التدخين، قد تكون عنده رغبه انه يقلع، وزي ما قلنا ان التدخين بيكون من ضمن المواد الاعتماديه اللي ليها اثار انسحابيه عند الاقلاع عن التدخين، فهو مش بيقدر يقاوم الاعراض الانسحابيه. يعني بحس بأريافه، بصداع شديد، بلهفه على السجاير، كل ده بيكون مرتبط بعاده معينه زي ما حضراتكم قلتوا كده. ايه هي العاده؟ يبقى لازم يقعد مع حد يساعده على الإقلاع عن التدخين، حد ياخد بإيده أنه يمشي في الطريق بطريقة صح، محتاج حد يساعده. هي مش يعني مش عافية أن هو الواحد لوحده كده هيقول بطلت فيبطل، يعني هو طبعا أهم حاجة القرار والقناعة من المدخن. تمام. هو عنده قرار وعنده القناعة بس مش قادر. بعد كده في وسائل بنساعد بيها المدخن على انه يقلع عن التدخين. يعني يروحوا لمين؟ يعني يجوا لكم فين يا دكتور مثلا يعني عشان تساعدوهم وتتبعوا؟ طبعا في عيادات للاقلاع عن التدخين موجوده في مستشفيات الصحه النفسيه وفي بعض مستشفيات الصدر. خط المساعده للاقلاع عن التدخين موجود على كل علبه سجاير ممكن يتصل بيه، خط الاقلاع عن التدخين موجود على كل الحملات الدعائيه اللي بتنشرها صفحه وزاره الصحه والسكان او اللي بتنشرها حمله متحدون ضد التبغ. لو قدر انه هيتصل هيتوجه للمكان الصح. أيوة. هناك هيساعده، بمعنى انه في الاول هيتعمل له زي تقييم. تمام. هيتسأل بيشرب قد ايه سجاير وبيشربها امتى بالظبط، وايه ارتباط السجاير بالعادات اللي هو بيعملها، بيحب يشرب السيجاره وهو بيشرب قهوه وهو قاعد مع اصحابه وهو قاعد في مكان معين بالظبط، ومدى اول سيجاره بياخدها امتى. تمام. وبعد كده بيبتدي يساعده ازاي يقلع عن التدخين. هل في أدوية معينة أو هل في وسائل معينة هيقدر يعالجها عنده علشان يبتدي يستمر في الإقلاع عن التدخين ولا لا؟ لغاية ما بيبتدي يعدي فترة الأعراض الانسحابية. طبعا أنا طبعا ده حاجة كويسة جدا، حضرتك قلت هتشير لدور الدولة. دور الدولة ايه؟ انا بس خايف الوقت يخلص من غير ما اسحرك. دور الدولة طبعا في محاربة او في مكافحة التدخين من اول 2005، وان مصر كانت من اوائل الدول اللي هي وقعت على الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ العالمية. تمام. تمام. وبالتالي مصر اصدرت قوانين لمنع التدخين في الاماكن العامة وفي المنشآت العامة والحكومية والكلام ده كله. تمام. مصر طبعا او وزارة الصحة والسكان هي اللي بتجبر شركات التدخين انها تحط العلامات التحذيرية بالحجم المعين اللي حضرتك شايفه بخط الاقلاع عن التدخين على علب السجاير. طبعا وجود عيادات للاقلاع عن التدخين، وجود حملات تثقيفية وتوعوية مستمرة يمكن حتى طول العام لمساعدة المدخنين للاقلاع عن التدخين. اهم حاجة استجابة الشخص نفسه ومدى رغبته في الاقلاع عن التدخين. لان احنا طبعا احنا شرحنا اثار اقتصادية، شرحنا اثار اجتماعية، شرحنا اثار بيئية، كل الاثار دي اثار ضارة وعلى المجتمع وعلى الفرد وعلى اسرته. فبالتالي كان لابد من وجود رفع على الوعي الصحي. احنا كلنا عارفين الامراض طبعا وبنقول عايزين نتجنبها، ويمكن احنا لسه كورونا يعني ممكن بنقول الوضع ابتدى يستقر شويه. كان في تحذيرات، هل كنا بنقول بنعالج ولا بنعمل وقايه في الاول؟ بنعمل وقايه. اهم حاجه الوقايه طبعا. الوقايه في البدايه طبعا هي الطريق ان انا دايما اقلل
المشاكل وقلل عدد الحالات. فبالتالي انا كل ما ارفع وعي، كل ما احاول ان انا كل ما تيجي تنسى افكرك بالاثار السيئه زي ما كنا بنعمل وقت كورونا، البس الماسك، خد التطعيم، ابعد، اعمل تباعد اجتماعي. فبالتالي نفس الكلام، في اثار ضاره للتدخين. انا بتمنى يا دكتور يبقى في تعامل اكتر مع النشء، لان الكبير اللي بيدخن بقاله 10 و20 و30 سنه اعتقد، يعني انا اسف في التعبير، بيبقى دماغه ناشفه قوي ان هو يبطل، بيبقى صعب عليه جدا، وهو انا عارف ان هو بيعاني كتير جدا عشان يبطل. لكن النشء اللي هو بتاع اعدادي وثانوي ده، هل ممكن يتم التعامل معاه بشكل خاص؟ بيدخل بقاله سنه، بقاله 6 شهور، بقاله بتاع، فممكن يبطل وممكن اقرب ان هو يبطل قبل المشاكل الصحيه. الحملة ان احنا بنحاول يا اما نلحق قبل ما حد يدخل في عالم التدخين، تمام، او اننا نخلي اللي لسه داخل في عالم التدخين يحاول انه يقلع بدري، لان طول استمراره زي ما بنقولنا بيكون الاقلاع اصعب من انه لو اقلع بدري. ونتمنى برضو يكون في الحملات الاعلانيه في التلفزيون كده زي الاول كتير، فطول ما انا بفتح اي قناه عيني شايفه وبودني سامعه زي البس الماسك، البس الماسك، التدخين خطر، التدخين خطر. نورتنا، بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا دكتور وجدي امين، مدير عام الاداره العامه للامراض الصدريه بوزاره الصحه. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، وبشكر حضراتكم، وطبعا نتمنى ان الجميع المدخنين يقلعوا عن التدخين. يا رب. شكرا جدا يا دكتور. لسه معاكم مشاهدينا، نخرج لفاصل ونرجع نعرف ازاي نزود دخلنا، مش عارف، بعد الفاصل. We'll be right back.